جدد الامين العام للجامعه العربيه احمد ابو الغيط رفض الجامعه للاستفتاء غير الدستوري في اقليم كردستان وتمسكها بوحده العراق. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اشاد ابو الغيط بالانتصارات التي يحققها الجيش العراقي على تنظيم داعش الارهابي. من جهته اكد العبادي ان بغداد لن تسمح للخلافات ان تؤثر على حربه ضد عصابات داعش الارهابيه، مضيفا ان ما قامت به الحكومه المركزيه مع اقليم كردستان هي اجراءات دستوريه وقانونيه من اجل وحده العراق